قصف طيران التحالف العربي مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بغارات متتابعة حققت إصابات مباشرة خصوصا معسكر الأمن المركزي. ووصفت مصادر محلية الغارات الجوية بالدقيقة مؤكدة أنها استهدفت معسكر الأمن المركزي الواقع في مربع 70 حدة القريب من دار الرئاسة. وأضافت أن انفجارات سمعت في مناطق بعيدة في صنعاء بعد استهداف الطيران للمعسكر ومخازن صواريخ ومواد متفجرة. وأشارت المصادر إلى اشتعال النيران في موقع القصف وتصاعد أعمدة من الأدخنة البيضاء يعتقد أنها ناتجة عن تدمير صواريخ وورش تفخيخ طائرات مسيرة. من جهة أخرى، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في بلادنا تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأوضح التحالف أن تدمير الطائرة أسفر عن تناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع أي إصابات، كما أكد رصده مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين. أعلن تحالف دعم الشرعية في بلادنا تنفيذ 36 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة الماضية. وأكد في بيان له مقتل 310 من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير 28 آلية وعربة عسكرية باستهدافات متفرقة في عدد من الجبهات جنوب وغرب المحافظة في أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية خلال هذا الأسبوع. تكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني في جنوب وغرب محافظة مأرب. وأشنت قوات الجيش قصفا مدفعيا مركزا استهدف عدة مواقع للميليشيات الحوثية بعدة مواقع في الجبهة الجنوبية، أسفر عن إعطاب طقمين وسقوط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح. وفي الجبهة الغربية أحرقت مدفعية الجيش دبابة وعددا من الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة. وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية أدت إلى تدمير 3 عربات و4 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها. أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة رصدت طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكدا إسقاط الطائرة المسيرة وتحطمها. هذا وكانت القوات المشتركة قد كبدت الميليشيات الحوثية خسائر مادية وبشرية فادحة في الساعات الماضية في جبهة الجراحي إثر محاولة الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب دفاعاتها. أصيبت امرأة مسنة بجروح بليغة جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي على منطقة السد بمديرية حيس جنوب الحديدة. وأفادت مصادر محلية وطبية أن المواطنة سعيدة سالم عوض والتي تبلغ من العمر 80 عاما تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في المنطقة. وأوضحت المصادر أن المواطنة الجريحة تم نقلها إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستخراج الشظايا من جسدها.